شوف رابح هذا ما يشوف واش تمس سير عندها السلام عليكم متابعي قناه شوف تي في المباشر من مركز تحقق الدم الجمعيه المغربيه لواهبي للجمعيه المغربيه لواهبي الدم اقليم سطات طلب جامعه الحسن الاول فواحد البادره انسانيه طيبه واحد البادره انسانيه طيبه قد رمضان حمله للتبرع بالدم في ظل هذا الخصاص المهم اللي كتعاني منه جل مراكز تحقن الدم بجميع المستشفيات بجميع المستشفيات هذه حملة للتبرع بالدم للعديد من المواطنين اللي كيتوافدوا على هذا المركز ديال تحقن الدم في واحد البادرة إنسانية في واحد البادرة إنسانية اللي كتقوم بها الجمعية المغربية لواهبي الدم فرع إقليم سطات إقليم سطات وجامعة الحسن الأول مندوبية وزارة الصحة حملة للتبرع بالدم اللي هاد الأثناء عروب بغيناك تكلم لنا خويا على الحمله اللي كتقوم بها هاد الجمعيه. كنشكر الجمعيه موهبي الدم، كنشكرها بزاف ملي كيبغيو ينفعوا الناس بهذا الدم ديال الخير وصافي. كنشكر محمد السادس، كنشكر عروب الاحساس ديالك وانت فرحان بهذا الناس اللي عرضوا عليا قال لي جيت عرض تعطي الدم، قلت لهم مرحبا. هما تشرفت بهم معرفتهم، الناس راهم الله عمرها دار اللي كيجري في الخير الله يعطيه الخير. شكرا. هاد الحمله اللي كتقام ديال تبرع الدم من الجمعيه والطلبه ديال جامعه الحسن الاول، وحتى انتم كفاعلين جمعويين وحقوقيين انضافتوا لهاد العمليه. وحنا كنبغيو الخير للجميع. وهاد الجمعية أنا فرحت ليها باللي كدير هادشي، راه فرحان ليها بصراحة. هاد الحميدي وهاد الصديق ديالو كنشكرهم بزاف لأن كيضحيو بمالهم الخاص وبحديدهم الخاص وبالناس ديالهم وكيدوزوا يعرضوا على الناس وكيجروا في الخير. فعلا الله يعطيهم الخير وصافي. شنو سي عروب شنو كتبغي تقول للمواطنين؟ المواطنين كنبغي نشجعهم يجيو يتبرعوا بالدم، خصهم يقلبوا على هذا الفاعل الخير. فعلا سي عروب الشيء اللي كنشكر. شكرا لك سي عروب. كيف كتشوفوا على المباشر متابعينا ومشاهدينا في القناه شوف تي في من خلال هذا البث المباشر، سي حميدي ممكن ان اخويا تعطينا كلمه بصفتكم انتم كجمعيه ديال واهبي الدم. السلام عليكم. احنا كجمعيه محمد حميدي رئيس جمعيه واهبي الدم في سطات، اليوم الثاني من الحمله، الحملة ديال التبرع دارت الخميس واليوم السبت. نعم الخميس واليوم ان شاء الله السبت. وكيف ما كتشوف راه كاين اقبال على هذه العمليه هذه من طلبه ديال الجامعه. دائما كيف ما قلت البارح ان الشكر الخاص للجامعه ديال الحسن الاول على راسها السيد الرئيس اللي كنشكروه من هذا المنبر، وكنشكروا السيده مديره دار الطالبه سطات ولا طلبه ديال الاخوات دار الطالبه في سطات كذلك، لان اليوم الثاني كيشاركوا معنا
الحمد لله انه يعني في هذا الجو ديال التآزر والتلاحم خصوصا في هذا الشهر الفضيل اللي هو رمضان. الحمد لله ومازال عندنا يعني ان شاء الله نقول لك ايام اخرى ان شاء الله غتنعن عليها الجمعيه في غضون الايام المقبله كتكون حملات اخرى. وشكرا لكم مره ثانيه. الرساله اللي ممكن انكم توجهوها السي الحميدي يعني بالنسبه للعموم ديال المواطنين الشباب؟ كما قلت لك البارح انا كاين خصاص، هناك خصاص ديال الدم كيف ما صرح به الدكتور الغوات. كاين خصاص، والخصاص ماشي كاين غير في الصلاه، راه على الصعيد الوطني. حبذا لو انه هذه العمليه ديال التبرع ماشي تكون هي الاولى ولا هي الاخرى. من هذا المنظر كنطالب بالجمعيات ديال المجتمع المدني ديال السطات تكاتف الجهود كذلك حتى هي، لما لا انها تجي حتى هي تشارك حتى هي ودير حتى هي ايام تحسيسيه او ايام توعويه بالنسبه لهنا ونيفو الصوت، لان كما قال لنا السي الغوات قال الصوت سواء يعني مفتوح للجميع، سواء التبرع بالدم او التحسيس كذلك. يعني راه بحال راه 24 على 24. الدكتور غوات هو كنشكروه كذلك، لانه راه شوف رمضان راه من وراء الفطور راه يعني حاضر، لا هو ولا الطاقم الطبي ولا الطاقم الاداري يعني والطاقم التقني كذلك، فهمتيني، راه كلشي حاضر. يعني لماذا تعاود تكرر هذه العمليه هذه وتكرر من جمعيات اخرى؟ فعلا وشكرا. فعلا شكرا لك سي الحميدي. كيف ما كتشوفوا يعني المتابعين ومشاهدين الاوفياء يعني لازالت كتواصل هذه الحمله ديال تبرع الدم اللي منظمها الجمعيه المغربيه لواهبي الدم اقليم سطات، اقليم سطات ومندوبيه وزاره الصحه جامعه الحسن الاول في ظل الخصاص المهول اللي كتعرفوا جل مراكز تحقن الدم والمستشفيات من هذه الماده الحيويه. كنشكركم على التواصل والتفاعل والى اللقاء في بث مباشر اخر.